الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وتؤكد أهمية محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار. الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة تصريحات بن غفير حول إنشاء معبد يهودي في المسجد الأقصى المبارك، وتعتبرها دعوة علنية وصريحة لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة وفرض قيود على الرحلات الجوية بمنطقة ساراتوف الروسية. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. حبابكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رومن راديف، تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، ما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري. كما أوضح الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين، محذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا وما قد ينتج عنه من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة. من جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم بالمنطقة. ذكرت وسائل أعلام لبنانية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جدة شماع بمدينة صيدا جنوبي لبنان في محاولة فاشلة لاغتيال شخصية فلسطينية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاحتلال الإسرائيلي فقد قوته الرادعة ولم يتوقع زمان ومكان هجوم حزب الله على إسرائيل. تطورات متسارعة وتصعيد لا ينتهي، وشبح اتساع دائرة الحرب ما زال يهدد الشرق الأوسط مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما تسبب في اشتعال الأوضاع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. جولة التصعيد الأخيرة على الحدود شهدت استهداف حزب الله اللبناني بمسيرات وصواريخ كاتيوشا قاعدة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب وفقا لما أعلن الحزب، في حين نفت إسرائيل إصابة قاعدة جليلوت الواقعة في ضواحي تل أبيب، مشيرة إلى أنها دمرت آلاف منصات الصواريخ التابعة للحزب في جنوب لبنان، وهو الأمر الذي اعتبره الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ادعاءات كاذبة. التصعيد بين الجانبين أثار ردود أفعال إقليمية ودولية واسعة مطالبة بوقف التصعيد، وكان في مقدمتها مصر التي لطالما حذرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة من اتساع دائرة الصراع، حيث حذرت مصر مجددا من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة. وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان
الأركان المشتركة الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التجاوب مع الجهود المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل للاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري بما يسمح بتعزيز مسار التهدئة والاستقرار بالمنطقة. وفي السياق ذاته أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قلق بلاده إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن لا يخرج الوضع بين حزب الله وإسرائيل عن السيطرة. هي إذن مخاوف عالمية لا تخفى على أحد من اتساع دائرة الصراع لتشمل مناطق جديدة وتزيد من لهيب الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة فارقة وسط تحديات لا تنتهي. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق، بعد التحية، إلى أي مدى ترى التحذيرات المصرية بخصوص خطورة التصعيد في المنطقة وتوسيع دائرة الصراع؟ يعني في تصوري أن هذه الرؤية المصرية كانت رؤية مبكرة جدا وتوقعت ما يحدث الآن، تلك التطورات المتلاحقة وذلك التتابع للأحداث واعتداءات وضربات ثم رد على الضربات ثم رد على الرد ثم رد على رد الرد، كل تلك التطورات تنذر بمواجهات شاملة، بانفلات الأمور، بمزيد من موجات الاضطراب وعدم الاستقرار، بالوصول إلى الحرب الإقليمية. كل ذلك نبهت له الدولة المصرية مبكرا. إذن هو الحل والإسعاف الأول المبدئي هو الوصول إلى هدنة، وقف إطلاق النار. هذه الخطوات الأولى التي كان لزاما على المجتمع الدولي الغربي أن يمارس ضغوطا جدية حقيقية على الدولة العبرية وصولا إلى هذه التهدئة، إلى ذلك الاتفاق، اتفاق الهدنة، ثم تبادل الأسرى، وقف شامل إطلاق النار، ثم بعد ذلك تحقيق التسوية. هذه هي المقاربة المصرية والرؤية المصرية، ولو استمع لها العالم وسط هذا الظلام وهذه العتمة في هذه العلاقات واللجوء إلى استخدام القوة وشريعة الغاب، لا يعني لهدأت الأوضاع واستقر، ولأن كل هذه موجات الاضطراب ستنال بالأضرار ليس فقط الفلسطينيين العزل ولكن أيضا كل المنطقة، بل أوروبا وأمريكا سينالهم الأضرار. الأضرار جمة وكبيرة والتداعيات يعني كارثية على المنطقة وعلى العالم لو لم يستمع ولو لم يعني يمارس وبسرعة وفي هذه اللحظة الوقفة الحاسمة والضغوط الجدية الحقيقية على دولة إسرائيل والوصول إلى اتفاق. صحيح. طيب دكتور طارق، يعني كما تحدثت الرؤية المصرية كانت واضحة منذ البداية في سعيها لعدم توسيع دائرة الصراع، لكن هنا التساؤل عن المجتمع الدولي ودوره فيما يراه في المنطقة، وهل المجتمع الدولي يدرك أبعاد توسيع دائرة الصراع وتأثيره ليس فقط على المنطقة لكنه أيضا على العالم ككل في ظل هذه الصراعات اللي بتتعدد أطرافها؟ يعني المجتمع الدولي الغربي تحديدا الأمريكي ومن ورائه الأوروبي لا شك أنه يدرك، لكن المشكلة ليست في الإدراك وإنما المشكلة في التطبيق والممارسة، المشكلة في الأهواء والمصالح السياسية، المشكلة في العين الحولاء، المشكلة في ازدواجية المعايير، المشكلة في عدم احترام القانون الدولي وعدم التشبث بهذه الشرعية الدولية والمرجعية الدولية، والوقوف بشكل أعمى ومنحاز ومساعدات لا محدودة للدولة العبرية. ففي وسط هذه الانتقادات لبنيامين نتنياهو سواء كان من الأوروبي أو الأمريكي، ولكن نجد ما زال الدعم مستمر، ما زال تدفق السلاح والذخائر مستمر من أمريكا لتل أبيب. إذن الممارسات تختلف تماما عن فكرة الأقوال والتصريحات، لكن لو تطابقت التصريحات والأقوال مع الأفعال والممارسات على الأرض لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ذلك الاضطراب وهذه المواجهات وهذا التصعيد الذي يتلوه تصعيد، وهو ما يعني نبهت إليه مصر سواء كان في قمة القاهرة للسلام، سواء كان في
كل المحافل وفي كل الاتصالات، حتى الاتصال الأخير ما بين فخامة الرئيس السيسي وما بين نظيره الأمريكي جو بايدن، نبه إلى ضرورة أن تكون هناك وبسرعة وقفة حاسمة ومزيد من الضغوط حتى يتم الوصول إلى ذلك الاتفاق، لأنه بالوصول إلى الاتفاق بتحقيق يعني تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار شامل يمكن بعد ذلك تحقيق التسوية، ويمكن البناء على هذه الخطوات التي لها يعني لها تلك المرجعية من ركائز في قرارات دولية. صحيح. ورؤية مجلس الأمن ورؤية المجتمع الدولي ورؤية محكمة العدل الدولية. ما دمت ذكرت هذه الجهات فدعني أخيرا أسألك عن طرق الضغط الدولية لوقف يعني هذا الصراع الذي يعد من الأمور اللي بتسبب قلق كبير في المنطقة وبيعدد أطراف الصراع. يعني طرق الضغط يعني هي معروفة، لو كان هناك ضغط يعني لو توقفت الولايات المتحدة والأوروبية عن تلك المساعدات وذلك الدعم السياسي والإعلامي والدعم بالذخائر وبالسلاح، كل ذلك لو توقف قليلا لكان يعني بمثابة ضغط حقيقي على بنيامين نتنياهو، لكن بنيامين نتنياهو حتى في هذه يعني الأيام الأخيرة يتلقى مزيد من هذا الدعم المستمر من الجانب الإدارة الأمريكية رغم ما يبدونه ويطلقون عليه صرامة أو حدة في نبرة الخطاب من جو بايدن لبنيامين نتنياهو، لكن ذلك يدحضه ويكذبه تلك المساعدات المستمرة الأمريكية. فلو توقف الغرب يعني قليلا عن تقديم هذه المساعدات لكان ذلك الضغط الحقيقي الذي يعني يلزم بنيامين نتنياهو الذي هو مستمر، لأنه يعني كأنه عالق في أعلى الشجرة، بمجرد أن تضع الحرب أوزارها، بمجرد أن ينزل من على الشجرة سيقدم إلى المحاكمة الجنائية والمحاكمة السياسية وكل أنواع المحاكمات، لأنه متورط بالإخفاق، إخفاق سياسي، إخفاق أمني، إخفاق استخباري. صحيح. إخفاق في تحقيق كل ما كان عليه أن لزمن عليه أن يحقق، حتى أنه متورط في جرائم جنائية. كل ذلك هي الأسباب الحقيقية، أسباب للدعم. شخصية بحتة تدفع نتنياهو لاستمرار هذه المجازر وهذه الحرب الظالمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وخفض التصعيد على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى. كما أكدت الأمم المتحدة أهمية المحادثات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. من جهتها أكدت الولايات المتحدة أن واشنطن لا تزال تبذل جهودا حثيثة مع مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى والمحتجزين. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية، واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا شمال المخيم إضافة إلى قصف مدفعي استهدف شمال غرب مخيم البريج وغرب المغراقة، فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي نار باتجاه محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 40,435 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,534 مصابا. Thank you.
يعاني النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة من ظروف قاسية، حيث لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية لهم إلا منطقة إنسانية مزعومة مساحتها لا تتعدى كيلومترات يمكنهم أن يلجأوا إليها. خلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء خصوصا في مدينتي خان يونس ودير البلح ومناطق شمالي القطاع. لم تترك أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين إلا مناطق إنسانية مزعومة مساحتها لا تتعدى الكيلومترات يمكنهم أن يلجأوا إليها بقطاع غزة. فخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء خصوصا في مدينتي خان يونس ودير البلح وبمناطق شمالي القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء محيط مستشفى الأقصى الذي تدعمه أطباء بلا حدود في دير البلح وسط القطاع، ما زاد من معاناة المرضى. أنا إلي تقريبا 9 شهور، بال9 شهور هدول ما تنزحت إلا على أخطر من مكان، بعدها استقرت هنا. بعد ما قالوا خلاء مربع 128 كثير توترنا، مش عارفين وين بدنا نروح. هذه رقم 11 وأنا نازحة، وهي معطونا قرار نطلع من الأقصى وأنا مش عارفة وين بدي أروح. أنا أولادي ونص أولادي تركتهم بالبلقسار، وتركت عفشي وطالعة بأولادي الصغار بنتي. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كانت قد أعلنت أن جيش الاحتلال وضع منذ 7 أكتوبر الماضي نحو 84% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، ويواجه أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة معاناة جراء رحلات النزوح المتكررة والممتدة منذ بداية الحرب، إذ يقيم بعضهم في خيام أو مراكز إيواء أو أماكن أخرى مثل عيادات وسجون ومدن ألعاب وسط ظروف معيشية وإنسانية قاسية يفاقمها انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المياه والأدوية. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن دعوات الوزير المتطرف إيتمار بن كفير لإقامة معبد يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك هي خطيرة، وإن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك والذي يعد خطا أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا. وأضاف بوردين أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع. دعا بوردين المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، معتبرة أنها دعوة علنية وصريحة لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه. أدانت الوزارة اقتحامات المتطرفين للمسجد، وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن غفير وأمثاله، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن حكومة نتنياهو تعرض على الإسرائيليين حربا أبدية، لافتا إلى أن نتنياهو لا يفعل شيئا لإعادة المحتجزين في غزة. وطالب لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإنجاز صفقة إطلاق سراح المحتجزين فورا حتى لو كلفه ذلك أثمانا سياسية، موضحا أنه كان يتوجب على الحكومة تغيير نهجها في غزة منذ فترة طويلة والاتجاه لعقد صفقة ووقف إطلاق النار.
استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات اليوم إلى 51 شاحنة. وفي السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال القصف العنيف على أماكن متفرقة من جنوب القطاع. المزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية في هذه المتابعة للمشهد العسكري والإنساني جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري، نرصد حركة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الطرق الجانبية لمعبر رفح باتجاه منفذ كرم أبو سالم، ومن ثم تدخل إلى قطاع غزة. وأيضا بعد دخول عدد من الشاحنات التي تقدر ب 51 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، أيضا 4 شاحنات محملة بالمشتقات البترولية تقوم بتفريغ شحنتها داخل القطاع، ومن ثم تعود مرة أخرى إلى الطرق الجانبية من معبر رفح، ومن ثم تدخل إلى الأراضي المصرية لتحمل بالمساعدات الأخرى خلال الأيام القادمة. نتحدث أيضا خلال الأيام السابقة عن حالة من التعنت الإسرائيلي مستمرة ما بين التباطؤ والرفض، وأيضا الإجراءات التعسفية والتفتيشية أمام العديد من الشاحنات. نتحدث عن تنوع كبير في الشاحنات، سواء الشاحنات المصرية وأيضا الدولية وأيضا القادمة من بعض الدول العربية. أما عن المشهد الخاص بالحالة العسكرية داخل قطاع غزة، نرى منذ الصباح تصاعد لأعمدة الدخان مما ينذر باستمرار هذا القصف العنيف والمكثف بعدد من الأماكن والمناطق المتفرقة في الجنوب ووسط قطاع غزة. نتحدث عن دير البلح، خان يونس، وأيضا بعض المناطق من رفح الفلسطينية. استمرار هذا القصف في ظل تحذيرات أممية دولية عن انتشار للأوبئة والأمراض، وأيضا وقوف القطاع على شفى الكارثة الإنسانية بشكل كبير بعد تعرض ما لا يقل عن 600 ألف طفل للخطر جراء عدد من الأمراض وتحديدا شلل الأطفال. وإذا تحدثنا عن أكثر من 19 ألف طفل غير مصحوبين، وهذا المصطلح الذي تحدثت عنه بعض التقارير الدولية بأن غير المصحوبين هم من فقدوا ذويهم سواء بالتهجير والإخلاء أو بالفقد أثناء القصف الإسرائيلي. هذا هو المشهد من أمام معبر رفح البري. عودة إليكم. التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره التشادي عبد الرحمن غلام الله في طوكيو على هامش الاجتماع الوزاري لتيكاد. شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة الراهنة في السودان على ضوء استضافة كل من مصر وتشاد لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين. واتفق الوزيران على ضرورة تركيز الجهود على فتح المعابر وتوفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات الإنسانية لكافة المناطق السودانية. كما تم بحث مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الأفريقية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توغار. وذكرت الخارجية أن عبد العاطي تبادل الرؤى مع نظيره النيجيري بشأن تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية، مشددا على أن مصر تظل دائما داعمة لاستقرار ورخاء الدول الإفريقية الشقيقة ولمصالحها في كافة المحافل الإقليمية والدولية. هذا وتناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 من أغسطس، وذلك بعد هجوم لقوات الحوثي اليمنية. ذكرت البعثة أنه لا توجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تسرب نفطي من الناقلة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.
أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن القوات الروسية نفذت ضربات على بلاده بأكثر من 100 صاروخ وحوالي 100 مسيرة. وأضاف زيلينسكي أن هذه الضربات استهدفت البنية التحتية الحيوية والمدنية للطاقة في منطقة خاركوف وكييف ومنطقة أوديسا والمناطق الغربية، وأكد سقوط خسائر بشرية. أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة، وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيعلن عنها في وقت لاحق. وقال مسؤولون روس ووكالات أنباء أن قالوا إن قيودا فرضت على الرحلات الجوية في منطقة ساراتوف الروسية بعد هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة. وقال حاكم المنطقة إن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية. بعد هجوم أوكراني بمسيرات على منطقة ساراتوف الروسية، تم فرض قيود على الرحلات الجوية بالمطار في المنطقة. وزارة الدفاع الروسية قالت إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة فوق ساراتوف التي تبعد نحو 900 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا. من جانبه قال حاكم المنطقة رومان باسورجين إن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية. كان باسورجين قال في وقت سابق إنه تم نشر خدمات الطوارئ في الأماكن المتضررة في ساراتوف وإنجلز، وهما مدينتان رئيسيتان في المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب شرقي العاصمة موسكو. ولدى روسيا قاعدة عسكرية استراتيجية في إنجلز تضم أسرابا من القاذفات، وهاجمت كييف القاعدة عدة مرات منذ العمليات الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. في المقابل قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة. وكانت سفارات الإنذار قد دوت في معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا للتحذير من غارات جوية، وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما التي يقولان إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية للمجهود الحربي. تعرض مقترح المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كاملا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين، قالوا إنه قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين. تسعى هاريس إلى وضع قواعد واضحة لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح مفرطة من المواد الغذائية والبقالة وتعزيز السلطات على المستوى الفيدرالي. طريق غير ممهد يسلكه ساكن البيت الأبيض الجديد والذي انحصر بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل. في المعسكر الأزرق، تعرض مقترح كاميلا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين. قالوا إنه غير تنافسي وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين وليس مساعدتهم. مقترح المرشحة الديمقراطية للرئاسة تم الإعلان عنه في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاء ضريبيا بقيمة $6,000 للعائلات مع أطفال حديث الولادة، وإعفاء ضريبيا بقيمة $10,000 لمشتري المنازل لأول مرة. حملة هاريس أكدت في بيان أنه في حال انتخابها رئيسة فإنها ستعمل مع الكونغرس على تقديم أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة. مقترحات هاريس تسعى إلى وضع قواعد واضحة لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح مفرطة من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتهك القواعد.
وفي حين تحظى خطط هاريس بشعبية لدى القاعدة الديمقراطية، أثارت رد فعل عنيف من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الذي اتهم هاريس بأنها ترغب في فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفيتية. هذا ولا يزال الأمريكيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالاً بأكثر من 20% منذ تولي الرئيس الحالي جو بايدن منصبه وفقاً لبيانات وزارة العدل الأمريكية. ومع ذلك يقول خبراء الاقتصاد في أكسفورد إيكونومكس إن قليلاً من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. خلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري. وأشار وزير الكهرباء إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول تشارلز براون والوفد المرافق له. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة. كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي. أشاد عبد الغفار خلال اللقاء بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي بدعم المشروعات والخدمة الصحية، معربا عن تطلعه إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين. كما أكد وزير الصحة أهمية التعاون بملف التنمية البشرية في العديد من المحاور، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة بهذا الملف. استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سفير سيراليون لدى مصر. بحث الجانبان التعاون في مجال الطرق والكباري من خلال زيارة وفد من هيئة الطرق والكباري والشركات المصرية خلال شهر سبتمبر القادم للعاصمة سيراليونية. كما تمت مناقشة التعاون في مجال زيادة حجم التبادل التجاري المنقول بحرا ورغبة الجانب السيراليوني في التعاون في مجال النقل البحري لتسيير خط ملاحي بين الجانبين. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث استعرض الوزير والسفيرة الأمريكية محاور اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة والتي
ستعقد بواشنطن خلال يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل. استقبل وزير السياحة والأثار الشريف فتحي سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية. تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة مشتركة بين البلدين في ظل ما تمتلكه البلدين من مقومات سياحية وإمكانات لوجستية وتنفيذ برامج للتسويق السياحي المشترك لهذه المنتجات بدول شرق آسيا للاستفادة من تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هذه الدول. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وشدد المركز على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم. كما أشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدا على قيام وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع. أكد وزير المالية أحمد كاجك أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقرارا، مشددا على العمل على جذب استثمارات خاصة. وخلال لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة جارث بايلي، أشار كاجك إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو 2024، حيث تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمنا عوائد رأس الحكمة. وشدد وزير المالية على أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة. عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لمتابعة إجراءات تقييم أداء أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تواكب شهور الصيف. أشار سويلم إلى أنه تم الاستفادة من التحديات التي واجهت المنظومة المائية في الصيف الماضي لرصد وتحديد النقاط الساخنة والتي بلغت 34 نقطة ساخنة، والعمل عليها من خلال خطة زمنية عاجلة وأخرى بعيدة المدى. أضاف سويلم أن الإعداد للموسم الصيفي 2024 بدأ مع نهاية الموسم الصيفي الماضي، حيث تم عقد ورش عمل بالمحافظات ووضع خطط لحسم أي معوقات داخل الإدارات مع جدول زمني محدد للتنفيذ. أعلن وزير الإسكان الشريف الشربيني الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب و343 مشروعا للصرف الصحي بمحافظة الغربية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 7.3 مليار جنيه خلال 10 سنوات. أشار وزير الإسكان إلى أنه جاري إنهاء وتنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الغربية بهدف تحسين الخدمة وزيادة الضغوط، ويجري تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي الحضر. تحتل المدن الذكية أهمية كبيرة في برنامج الحكومة، حيث تستهدف الوصول إلى زيادة عددها إلى 43 مدينة ذكية بحلول عام 2030 مقابل 38 مدينة ذكية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024. يأتي هذا الاهتمام في ضوء رؤية الدولة نحو إنشاء ما يعرف بمدن الجيل الرابع لتستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة.
المدن الذكية في مصر نقلة حضرية تستهدفها الدولة، حيث أكدت حكومة مصطفى مدبولي في برنامجها استهداف نحو 43 مدينة ذكية مدن الجيل الرابع بحلول عام 2030 مقابل 38 مدينة ذكية خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024. يأتي ذلك في ضوء رؤية الدولة نحو إنشاء ما يعرف بمدن الجيل الرابع لتستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة، حيث وضعت الدولة على عاتقها تغيير الخريطة العمرانية في البلاد وحل أزمات التكدس السكاني، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية حقيقية في هذا المجال، وذلك في إطار تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في المدن القائمة والجديدة. في هذا الصدد تضمن برنامج حكومة مصطفى مدبولي الجديدة الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة من 2024 إلى 2027 ويحمل شعار معا نبني مستقبلا مستداما. تضمن البرنامج حزمة من الإجراءات لاستمرار النهج نحو التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، وفي مقدمة ذلك استمرار العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي. يأتي ذلك إلى جانب التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين، على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وتحويل محافظات الوجه القبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من أجل التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين. ويأتي السعي للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وتأسيس مدن الجيل الرابع والمدن الذكية. تختتم اليوم فعاليات المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول المؤتمر عدة محاور أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل، والتجربة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام. هذا المؤتمر يأتي تحت عنوان المؤتمر الدولي الأول للوعظات دور المرأة في بناء الوعي، ويأتي انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بأهمية تمكين المرأة، ويأتي انطلاقا أيضا من إبراز مكانة المرأة للشريعة الإسلامية باحترامها وتقديرها تقديرا كبيرا. المؤتمر يعني بيأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية كلها ووزارة الأوقاف بدور المرأة في بناء الوعي. حضرتك عارف أن يعني المرأة لها دور مهم جدا في بناء الوعي لدى المرأة نفسها ولدى الأطفال ولدى المجتمع المصري بكامله يعني. فإن المؤتمر يأتي في هذه الآونة ليعالج قضية مهمة، وهي قضية المرأة، حتى يتم تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، ولن يكون هذا التمكين للمرأة إلا بالتمكن والكفاءة، فلا بد أن نفتح للمرأة أبواب العلم حتى يحدث عندها التمكن وحتى تستطيع أن تنال الكفاءة التي بها تستطيع أن تقوم بدورها في كافة مناحي الحياة وخاصة في ناحية الوعي. هذا المؤتمر يأتي بأهمية كبيرة في بناء المجتمع وبناء الوطن، حيث أنه جاء مناسبا لخطة مصر 2030 والتنمية المستدامة وأهمية المرأة في بناء الأوطان. هذا المؤتمر اختص بالوعظات، الوعظات لهم دور كبير وواضح جدا في المساجد الأيام الماضية، لأن فعلا كانت الأول المساجد ابتدت النساء يعني ما تبقاش متواجدة
متواجدة فيها زي الأول، لكن الآن دلوقتي في كل مسجد في واعظة وفي اتنين كمان، وإن الواعظات دلوقتي بيقوموا بدور المرأة في النصائح في الإفتاء في المقارئ في قراءة القرآن. الحمد لله ربنا أكرمنا وإن احنا بقينا واعظات في وزارة الأوقاف، وده دور مهم جدا للواعظات. نزلنا المساجد لقيناها فعلا محتاجة حد للوعي، لأن الناس اللي موجودين في المساجد أغلبهم يعني ما عندهمش الثقافة الدينية الكافية، وفي حاجات كتير ما كانوش بيعرفوها، فاحنا بحكم دراستنا وعلمنا اللي اتعلمناه ابتدينا نوضح لهم الحاجات دي كلها. تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي حادث تصادم سيارة نقل تريلا بعدة سيارات بطريق الفيوم بالقاهرة الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإصابات متنوعة. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلة غنائية وعروضا فنية إضافة لعدد من الفعاليات الرياضية والتي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. المزيد عن فعاليات مهرجان العالمين ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك. محمود، يعني لك أن تطلعنا على آخر التفاصيل العروض الفنية والرياضية اليوم في مهرجان العالمين. برحب بكم من مدينة العالمين الجديدة، لازلنا بنتابع معاكم كل الفعاليات المختلفة والمتنوعة في هذا المهرجان، ومع بدء العد التنازلي لوصول النسخة الثانية إلى النهاية، لكن هناك العديد من الفعاليات المتنوعة في المهرجان وفي هذا الأسبوع لكي تليق بكل جمهور وزوار مهرجان العالمين الجديدة. ربما نتواجد الآن لمتابعة اليوم الثاني من بطولة الجودو العربية التي تقام للعام الثاني على التوالي في مدينة العالمين الجديدة وضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، ونتابع بعض النزالات للاعبين المشاركين من الدول العربية المختلفة. نتحدث عن 10 دول بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار يقومون ببعض النزالات المختلفة لتحقيق المراكز الأولى، وهناك حالة تشجيعية كبيرة، عدد كبير من الأسر التابعة للاعبين المصريين وأيضا بعض الوافدين من الدول العربية الذين يصطحبون اللاعبين لتشجيعهم، فهناك حالة من المنافسة الشديدة والتشجيعية الجميلة في ظل أجواء الساحرة لمدينة العالمين الجديدة. وربما هذه البطولة لها استعدادات خاصة تقام هنا على أرض مدينة العالمين الجديدة بالتعاون بين الاتحاد العربي للجودو والاتحاد المصري ووزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم كل الإمكانيات والتسهيلات لإقامة هذا الحدث الكبير والضخم في مدينة العالمين الجديدة. وربما هذا أيضا يشير إلى كل الفعاليات والبطولات الرياضية التي استضافتها مدينة العالمين
العالمين الجديدة على هامش فعاليات المهرجان خلال الأيام الماضية، فيعني كنا نتابع قرعة كأس العالم لليد التي أقيمت هنا في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة بالطبع إلى دوري البادل وكرة السلة وأيضا كرة الطائرة الشاطئية. فهذه النسخة كان بها عدد كبير من تنوع الفعاليات الرياضية المختلفة التي كانت تقام على المنطقة الترفيهية، خاصة في الملاعب التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال كل هذه الفعاليات المختلفة واستقطاب أكبر عدد من الزائرين والسائحين خاصة الرياضيين. أيضا لازالت مدينة العالمين الجديدة يقام بها عدد من الفعاليات التي لازالت مستمرة على المسرح الروماني والمدينة التراثية فيما يتعلق بالحفلات الفنية التابعة لوزارة الثقافة في إطار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى الأنشطة التي لازالت تقام في المنطقة الترفيهية ليلا في هذه المنطقة فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالأطفال أو حتى بعض الفقرات الخاصة بالفرق الفنون الشعبية الخاصة بوزارة الثقافة. فنحن نتحدث عن أن النسخة الثانية أيضا كان بها يعني تنوع كبير في الفعاليات سواء الأطفال أو حتى مهرجان الطعام أو حتى الحفلات الفنية التي كانت تستقطب مختلف الأذواق ومختلف الفئات والأعمار، وربما منطقة اليو أرينا تستعد أيضا في هذه الأيام لاستقبال الحفل الختامي يوم الجمعة القادمة، وهو حفل ويجز، ومتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الحضور في هذه الحفلة، خاصة أن منطقة الأرينا من إحدى المناطق الهامة التي استقبلت عدد كبير من الفعاليات الفنية والرياضية، منها سباق السيارات والموتور ويك وأيضا الريفي توب التابع لوزارة التعليم العالي. فإذا كان هناك عدد كبير من الفعاليات. فيما يتعلق ببطولة الجودو، ربما يتم الاستعداد الآن لبدء إحدى الجولات المهمة بمشاركة المنتخبات العربية المختلفة أو الوفود العربية المختلفة، وفي هذا الجانب أيضا نرى الإقبال الجماهيري الكبير المؤازر لكل اللاعبين المتواجدين، وهي فرصة أيضا للتبادل الثقافي بين كل الدول العربية المشاركة في هذه البطولة، خاصة بين الأعمار الشبابية المختلفة. وهناك حالة أيضا من حالة التحكيم أو وجود لجنة تحكيمية كبيرة سواء مصرية أو عربية لمتابعة هذه الرياضة والتحكيم بين المتسابقين، وربما بدأت حالة التشجيع الآن لبدء النزالات المختلفة في بطولة الجودو العربية. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات خلال الخدمات الإخبارية القادمة. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل على هذا العرض الوافي والمفصل لأخبار مهرجان العالمين. وبأخبار مهرجان العالمين، وبأخبار مهرجان العالمين مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتؤكد أهمية محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة تصريحات بن كفير حول إنشاء معبد يهودي في المسجد الأقصى، وتعتبرها دعوة علنية وصريحة لهدم وبناء الهيكل المزعوم مكانه. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة وفرض قيود على الرحلات الجوية بمنطقة سارتوف الروسية. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لكم. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.